بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صلوا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأكارم أينما كنتم عبر ربوع هذا الوطن الغالي، أرحب بكم معي في هذا البرنامج الصباحي ضحى القناة، وأسعد جدا بخدمتكم في هذه الصبيحة الطيبة والمباركة. وأول ما نبتدئ به رحلتنا الصباحية لهذا اليوم محطة إيمانية من أذكار الصباح. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. تحية عطرة معبقة بالحب والإيمان والخير والإحسان مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، أجدد التحية الصباحية بكم وأرحب بكم معي في هذا الفضاء الإعلامي في برنامجكم اليومي الصباحي المباشر ضحى القناة. أسعد جدا بخدمتكم في هذه الصبيحة الطيبة والمباركة إن شاء الله على مدار ساعتين من الزمن بدءا من العاشرة وإلى غاية منتصف النهار. باقة متنوعة من الأركان والروبورتاجات المختلفة رفقة ثلة من الدكاترة والأساتذة الكرام. مشاهدينا الأكارم، لأحوال الطقس لهذه الصبيحة في هذه الإطلالة السريعة متبوعة بمواقيت الصلاة. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. Thank you.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس أينما كنتم. صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. مشاهدي الأكارم، أجدد التحية الصباحية لكل من يتابع برنامج ضحى القناة ولكل من التحق بنا اللحظة في هذه الصبيحة الطيبة والمباركة. أما أنتم أحبائي الصغار، نتمنى لكم نهاية عطلة شتوية سعيدة وبداية فصل دراسي مكلل بالنجاح والمثابرة والاجتهاد، وأترككم في هذه الفقرة مع الرسوم المتحركة نصيحة حلا. تحفة الأطفال هي وكأن هي المتن الذي يجاور حفظ القرآن الكريم. فمعظم المدارس في كل بقاع العالم دأبوا على هذه السنة وهذه العادة الحميدة، أن الطفل وهو يحفظ القرآن الكريم يحفظ معه تحفة الأطفال. وتحفة الأطفال كما هو معروف لدى القاصي والداني هي تحفة متعلقة بأحكام الترتيل، من خلالها يتعلم الفتى والطالب والدارس لتحفة الأطفال يتعلم أحكام التجويد. وصاحبها أو صاحب هذه التحفة الشيخ الجمزوري رحمه الله سبحانه وتعالى لخص فيها بعبارة وجيزة كل أحكام الترتيل. فالطفل وهو يحفظ هذه الأحكام أو هذه التحفة يجد نفسه قد حفظ أحكام الترتيل كلها، وما على الشيخ أو المعلم أن يفك تفاصيل أو يشرح
هذه التحفة حسب مستوى كل طالب. تحية مجددة لجميع من يتابع برنامج ضحى القناة، ولكل من يتابع برامج قناة القرآن الكريم القناة الخامسة للتلفزيون الجزائري. أما أنتم أوفياء الضحى يمكنكم التواصل معنا والاتصال لطرح انشغالاتكم واستفساراتكم وتساؤلاتكم أيضا عبر خطي الهاتف الذي سيظهر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى. أما الآن نستقبل ركن السياحة مع السيدة مديرة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف تلمساني دليلة بعد هذا الفاصل. سيدة بنت تلمساني دليلة، السيدة المديرة العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا في هذا البرنامج. صباح النور وشكرا لك على الاستضافة. العفو. سيدتي الكريمة، يمكن ما نبدأ بهذا الحوار في ركن السياحة هو تعريف الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، وما هو الدور اللي تقوم به من أجل الحفاظ على الصناعات التقليدية والحرف اليدوية؟ طبعا، إذا الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف هي مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري، تتكون من غرف الصناعة التقليدية، هي تنضوي تحت وصاية وزير السياحة والصناعة التقليدية. إذا الغرفة الوطنية تتشكل من هيئتين إن صح التعبير، الهيكل الإداري للغرفة الوطنية والهيكل المنتخب أو الهيئة المنتخبة التي تشكل جمعيتها العامة وتشكل مجلسها الوطني. وهذه الجمعية العامة والمجلس الوطني للغرفة الوطنية يتشكلان من مجموع الحرفيين المنتخبين والذين وبانتمائهم للغرفة الوطنية بهذا الشكل يعتبرون همزة وصل بين الحرفيين والإدارة أو السلطات العمومية. إذن الغرفة الوطنية بهذه الصفات تطلع بالعديد من المهام، أهمها أولا مسك البطاقية الوطنية أو لوفيشي ناسيونال. أيضا الغرفة الوطنية بطلب من السلطات العمومية أو بمبادرة منها تجمع الآراء والانشغالات والاقتراحات وتزود بها هذه المعلومات السلطات العمومية بما يصب في بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في يعني خدمة هذا القطاع وتنميته وترقيته. أيضا الغرفة الوطنية تشجع تجمع آراء واقتراحات غرف الصناعة التقليدية، كما نقول غرف الصناعة التقليدية 48 غرفة ولائية، غرفة ولائية. إذا الغرفة الوطنية تجمع هذه الآراء، هذه المقترحات، طبعا كما قلت لك وتنظمها وايضا تشجع على التنسيق في العمل بين هذا الغرف. الغرفة الوطنية ايضا تقوم بكل نشاط يقوم بترقية الصناعة التقليدية كالمعارض، الصالونات، الملتقيات الوطنية. ايضا تقوم بالتعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة، تقوم بعقد اتفاقيات مع هذه الهيئات لفتح المجال للتطوير أكثر، لفتح المجال أيضا كما قلتي للتطور أكثر. يعني الغرفة تطلع بمهام جد مهمة لترقية الصناعة التقليدية وطنيا. أكيد. نعم. أنه اليوم 9 من شهر نوفمبر هو يوم وطني للحرفي. نعم. هل هناك مزايا يعني قامت بها الغرفة تطوير هذا يعني بطاقة أو شيء من هذا القبيل للتطوير؟ نعم. الصناعة التقليدية في الحقيقة الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف كما قلت لك هي يعني تمسك البطاقية الوطنية أو سجل الصناعة التقليدية، بحيث الحرفيين على مستوى الوطن بإمكانهم الانضمام إلى هذا السجل أو إلى البطاقية الوطنية من خلال هذه الغرف الموجودة محلياً.
إذا أي مواطن لديه حرفة، لديه صنعة، لديه يعني يتقن صنعة معينة، بإمكانه التوجه إلى غرفة الصناعة التقليدية الموجودة بولايته للحصول على بطاقة الحرفي. هذا البطاقة تاع الحرفي تمنح هذا الحرفي مزايا عديدة، من بينها أولا التغطية الاجتماعية عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء كاسنوس. وكانت الغرفة الوطنية في سنة 2019 قامت باتفاقية مهمة بين الصندوق الوطني لغير الأجراء حتى نضمن تغطية شاملة لكل الحرفيين، وأيضا من خلال هذا الاتفاقية القضاء على العمل الموازي أو العمل الغير المنظم. بهذه الاتفاقية نشجع كل من لديه كما قلت لك حرفة أن ينضم إلينا. هذه من بين المزايا. أيضا من بين المزايا التي تمنحها بطاقة الحرفي هو أنه بإمكانه أيضا الحصول على التأمين على التجهيزات وعلى المحلات. بطاقة الحرفي تمكن الحرفي من الحصول على المحلات المهنية التي توفرها الدولة الجزائرية محليا بمبالغ يعني ما نقولوش رمزية، ولكن هي مبالغ تشجع لممارسة هذه الأنشطة. أيضا بطاقة الحرفي تشجع على الحصول على القروض من طرف الهيئات الخاصة بالدعم. بطاقة الحرفي تمكن الحرفي من ولوج الأسواق العالمية من خلال المشاركة في الصالونات الدولية. يعني الأبواب مفتوحة أمام الجميع، وإحنا نخدم بكل يعني الآن نحن نستغل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الصالونات التي تتم هنا وهناك عبر العالم، وكل حرفي لديه بطاقة حرفي بإمكانه المشاركة وبإمكانه الذهاب للخارج للتسويق. أيضا نتحدث عن السوق الوطنية، بطاقة حرفي تمنح الحرفي الإمكانية في المشاركة في كل الصالونات الوطنية، تفتح له الأبواب يعني تفتح له أبواب مهمة جدا وتخليه يمارس المهنة تاعه والحرفة تاعه بكل أريحية، خاصة أن هناك بعض الحرف اليدوية ربما في المناطق النائية والمعزولة معروفة بالحرف اليدوية ربما لا تستطيع يعني مشاركة أو ونحن من خلال هذا البرامج الترقوية ومن خلال سياسة الدولة في هذا المجال هو أننا نشجع هؤلاء على العمل. يعني حتى الحرفي لازم يعرف بأنه يعني قبل ما يقدم خدمة لنفسه من خلال ممارسة هذه الحرفة وكسب القوت تاعه، هو لازم يفهم بأنه لبنة مهمة في البناء قدم خدمة والاقتصاد أهم شيء. نعم. يعني الاقتصاد الوطني نعم هذا هو. فنحن نشجع نساء ماكثات بالبيت كثيرات. نعم. انت تعرفي انت مرأة وانا مرأة، يعني ما كاش مرأة يعني ما عندهاش حرفة. نعم. يعلمهم الأمهات نتاعهم. والحرف عادة ما تورث أبا عن جد، تتوارثها الأجيال. فنحن مثلا النساء الماكثات في البيت يعني في سنوات سابقة وحتى اليوم يعني وضعنا لهم برامج خاصة لتشجيع هذه المرأة بدل أن تبقى تمارس مثلا في الطرز التقليدي أو تمارس مثلا النسيج أو صنع مثلا العجائن التقليدية كما راكي تشوفي بطريقة هكذا يعني غير منظمة. نحن نشجع هؤلاء النسوة على الانضمام لسجل الصناعة التقليدية وممارسة النشاط بطريقة رسمية. هناك دليل إلكتروني قمتم به مؤخرا من أجل نعم وتنويع النشاطات وخاصة الترويج وأيضا إعطاء الفرصة للحرفيين للتسويق والانتشار أكثر. وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 9 نوفمبر قامت الغرفة الوطنية بإطلاق أول دليل إلكتروني وطني للصناعات التقليدية والحرف، وهو عبارة عن بالإضافة إلى أنه موقع ويب هو عبارة عن تطبيق إلكتروني يمكن تحميله على أي هاتف ذكي. هذا التطبيق يمكن المواطن الجزائري أولا الباحث عن أي حرفي في أي مجال كان، سواء الفني أو في مجال الخدمات أو مجال المواد، من أن يتحصل على هذا الحرفي الأقرب إليه عن طريق البحث
في هذا الدليل. وانت تعرفي باللي في اي لحظه نحن بحاجه الى حرفي. اكيد اي نجار أي النجار المرصص نعم او حتى صانع الحلويات حتى الحلاق في المناسبات يعني. وخلي حتى الحرفيين المتخصصين في الصناعة التقليدية الفنية. وهذا التطبيق حيز الخدمة؟ هو حيز الخدمة يعني اطلقنا نسخة تجريبية في 9 نوفمبر وإن شاء الله مع بداية هذه السنة من المفروض النسخة النهائية للتطبيق راهي جاهزة. لست أدري يعني آخر التحضيرات في نهاية الأسبوع كنا بصدد إطلاق هذه النسخة يعني رانا ننتظر فقط أنها تحدث على جوجل بلاي ولا بلاي ستور فقط لكنها جاهزة. وهي فرصة انطلقنا ب2000 حرفي يعني إحنا عندنا عدد المسجلين في سجل الصناعة التقليدية كيف يمكن يفوق. تسجيل الحرفي كيف نحن بدأنا هو يتصل بالغرفة أم شوفي كاين طريقتين. احنا لدينا سجل الصناعة التقليدية اللي عندنا فيه قائمة كل الحرفيين المنضمين للسجل وللغرفة الوطنية. كبداية بدينا نعيط لهم رانا اتصلنا بهم مدة شهرين وإحنا نتصلوا بهم ونطلبوا الموافقة نتاعهم أولا لأننا ما نقدروش ندرجوا ناس في دليل وطني بدون رغبة ورضات. نعم إذا بدينا عن طريق التسجيل هذا الأولي والمبدئي. ثم أيضا عطينا لهاد الحرفيين الفرصة باش يسجلوا نفسهم إلى عندهم هو رغبة. هو بمثابة الإشهار الحرفي يعني قادرين يستغلوا هذه الفرصة ترويج لمنتوجاتهم. أكيد هذا هو الهدف يعني تسمى نضرب عصفورين بحجر يعني نقدم خدمة للمواطن في نفس الوقت للحرفي للترويج لنفسه أكثر. وأيضا نحن نخلق جو من المنافسة بين الحرفيين لأنه درنا أيضا نظام التنقيط. تنقيط يعني لما أنت تطلبي خدمة من حرفي مثلا جاليك مثلا مرصص ولا نجار ولا الدار ومن بعد شفتي الخدمة نتاعو وكنت يعني درجة الإتقان يعني درجة الإتقان تقدري تروحي لنفس التطبيق وديري له تنقيط نجمة أو نجمتين. هذه هي بالنظام تاع النجوم. فربما هذا الشيء أكيد يشجع الحرفيين على تحسين الخدمة وتحسين الأداء وراح يخلق جو من المنافسة بين الحرفيين والحرفيات. ما هي الحرفة الأكثر يعني رواج وأكثر؟ والله شوفي ما نقولكش الأكثر حرفة ولكن هناك توجه كبير جدا للحرف. إلى نهضروا على الصناعة التقليدية الفنية أصبحت كل مرأة كل رجل كل حرفي كل شاب يعني عنده حرفة. ومن خلال قلت لك سياسة الدولة المنتهجة والتشجيعية في هذا المجال أصبح التوجه كبير إلى هذا الحرف. تشوفي أشياء رائعة في مثلا في الخزف الفني تشوفي أشياء رائعة في صناعة البيجو الحلي الفضية وحتى هي تتنوع حلي الفضية يعني بين منطقة الأوراس صحيح ومنطقة القبائل الكبرى صحيح تختلف في الألوان جدا في إذا رحتي للزربية يعني كل جهات الوطن لديها نعم يعني نوع إذا رحتي مثلا لصناعة الجلود هناك الألبسة التقليدية الوبارية يعني فيه بالفعل حتى أنه المواطن أصبح يفهم قيمة هذه الأشياء ولا يشريها مهما كان الثمن نتاعها يعني لأنه بالنسبة له ما شراش شيء ثمين شرى شيء يعبر عن الأصالة عن الثقافة عن الهوية الجزائرية. خلي أيضا يعني السياح الجزائريين لما يجوا في فترات وفي المواسم السياحية يعني صناعة تقليدية بالفعل راهي تشرف تلقى رواج كبير خاصة مع السياح جدا خاصة في الصحراء يعني صحراء غنية ومعروفة صحيح. جدا بالحرف والصناعة التقليدية هي ما يميز أي بلد عن الآخر يعني لو نتحدث سياحيا كما راكي تقولي وشنو هو اللي يصنع الفرق لأنه الطبيعة صحيح أنها خلابة ولكن يعني نظن خاصة أنه التذكار يأخذه السائح معه هذا هو يعني يعني نقول لك الأوروبيين يعني يلقاو في الصناعة التقليدية الجزائرية جمال كبير ويعني ويحرصوا أنهم يقتنيوا
مثل هذه الصناعات التقليدية أثناء زيارتهم، ولا حتى في المعارض الدولية كي نكونوا في الخارج هناك إقبال كبير على الصناعة التقليدية الفنية الجزائرية، لأن الحرفي ربما وضع كل إحساس تاعه وكل حب تاعه والشغف تاعه في هذه الصناعة، خدمها صح بيده كما يقولوا بصح قلبه ثاني. صحيح، ولذلك كل حرفي فنان، حتى نحن نقول في قطاع الصناعة التقليدية عندنا يعني جزء كبير مخصص يعني أو باب واسمه الصناعة التقليدية الفنية. فحتى أنه الفنان الحرفي الفنان لا يدفع الضرائب يعني كما الحرفيين الاخرين. شوفي الدوله الجزائريه كيفاش راهي تشجع الحرفي في الصناعه التقليديه. هناك اختلاف بين الحرف الفنان والحرفي. صحيح، الحرفي الفنان يدفع ضريبه جزافيه سنويه. نعم لتبلغ 10,000 دينار جزائري فقط. يعني هذا نظن يعني اجراء تشجيعي كبير للترويج ولتشجيع على ممارسة هذه الصناعات التقليدية الفنية. وأنا من هنا أغتنم الفرصة لأدعو كل شخص يعني لديه حرفة يدوية فنية أن يتوجه لأقرب غرفة الولاية ويقدم الملف ويسجل، يعني لأنه راح يلقى إن شاء الله الكثير من الامتيازات من خلال هذه البطاقة. هل هناك إقبال يعني على الحرفيين خاصة المرأة الماكثة في البيت ربما تمارس بعض الحرف لكن دون يعني تمارسها فقط من أجل يعني المادة، من أجل يعني بيع وشراء، لكن ليست من كأنها منتوج يدوي غالي و شوفي احنا كما كنت قلت في بداية الحديث نتاعنا انه كل مادام راكي تهدري على المراه يعني كل مراه اليوم عندها حرفه. وانا اليوم راني نشوف والمثال اليوم صادفته يوميا، يعني اليوم برك انه فيه حتى النساء العاملات والمثقفات يعني اليوم راهي تحضر في نفسها وتقول لك نفضل انني بالاضافه الى وظيفتي بالإضافة إلى غريزة المرأة نعم. الأشغال اليدوية تحب الحرف تلقايهم مثلا يقول لك هل راكي تحضري في نفسك للتقاعد، واش راكي حابة ديري في التقاعد، واش راكي حابة ديري. فشفنا باللي هو حنين أيضا هو للجدات والأمهات، كنا نشوفهم يديروا النسيج يقدموا أشغال يدوية كثيرة. يعطيك الصحة، دونك هذه هي دونك رانا نشوفوا ميل كبير لهذا الحرف اليدوية، ونحن نشجع كيف من خلال الوصول إلى هؤلاء النسوة ولا هؤلاء الرجال ولا الشباب ولا الشابات. رانا نستغل كل إمكانيات التواصل، مثلا مواقع التواصل الاجتماعي، ونقول لهم ما هي المزايا وما هي الأشياء اللي ممكن ترويج وتشجيع في الوقت. لأنه في بعض الأحيان المشكل أنه المعلومة لا تصل إلى هؤلاء ولا تصل كما يجب أن تصل. فلو عرفنا كيفاش نروجوا لانفسنا يعني كمؤسسة وكقطاع، وما هي الامتيازات وما هي الاشياء يعني اللي ممكن انه يجنيها كل ممارس لحرفة من خلال الانتماء الى هذا مثلا الى هذا الغرفة او الى هذا القطاع، فاحنا رانا ربحنا وقت كثير وشجعنا ناس كثار. فاحنا رانا مثلا عندنا موقع الكتروني تقريبا اخباري، نغتنم الفرصة باش نروج له www.knam.dz. كل إنسان مهتم بهذا المجال يروح على المتصفح الويب ويشوف هذا الموقع اللي راهو يغطي كل نشاطات الغرف على المستوى الوطني، ويشوف واش رانا نديروا مثلا في مجال حماية هذه الحرف من الاندثار وأيضا واش رانا نديروا في مجال التكوين، يعني من بين المهام التي تطلع بها الغرفة الوطنية بغرفها الولائية هو مرافقة الحرفي من خلال التكوين وتحسين الأداء. يمكن إعادة الموقع باش نكتبوه على الشاشة يتمكن المشاهد من نعم. الاتصال www.knam.dz knam.dz هذا هو الموقع. ايضا عندنا صفحه هذا بالنسبه ولكن النساء الماكثات في البيت او في المناطق يعني نائيه، خاصه عندنا مناطق نائيه فيها كثير من الحرف كثير من الاشغال اليدويه، كيف يمكن لهم الاتصال او التوجه هي بالاضافه الى الغرف
الولائية هناك غرف يعني في أهم مثلا البلديات أو الدوائر الكبيرة، يعني اختصرنا باش نختصروا المسافة على هذا الحرفية، يعني في عوض اللي تروح إلى عاصمة الولاية بإمكانها أنها تنتقل إلى الغرفة الأقرب إليها جغرافيا. واليوم سيدتي يعني الانترنت راهو يختصر بزاف المسافات، اكيد الوقت والمسافة يعني انا نظن ما كاش وسيله يعني انجع من الانترنت. هذه هي، والمراه الماكثه بالبيت يشجعها الرجل يعني انا نظن هذه هي، الزوج هو اللي يشجع المراه، ربما الزوج اللي عنده الفرصه انه يحتك اكثر بالمحيط ويحتك اكثر بالناس اللي في الولايه اكيد تلحقوا المعلومه ويلحقوا. وعندنا مدراء ناشطين يعني بالفعل ولائيا، معارض على مدار السنه لا تتوقف، يعني احياء الايام الوطنيه، احياء الايام الاعياد الدينيه بالصناعه التقليديه في الغرفه الوطنيه للصناعه التقليديه، عندها برنامج بالغرف الولائيه، عندها برنامج بمناسبه يناير على الابواب فمثلا عندنا معرض في قصر ثقافة مفدي زكريا في الأيام القليلة المقبلة، ويعني هذا المعرض راح يتيح الفرصة دائما للحرفي باش يسوق وللمواطن لاقتناء الصناعة التقليدية. عندنا أيضا معرض بمناسبة يناير بالجزائر الوسطى بساحة البريد المركزي، يعني اتفقنا هناك مع رئيس البلدية حتى نوفر معرض مفتوح ان شاء الله انا من هنا اوجه الدعوه لرئيس بلديه الجزائر الوسطى باش يعطينا معرض مفتوح يعني، والحرفيين على بالك المكان كيكون يعني تجاري، يعني راح يمكن الحرفي من بيع منتوجاته. ولوسوسي يعني المشكل الكبير والهاجس الاول تاع الحرفي هو التسويق، وحنا كما يقولوا همنا الاول مع هذا الحرفي اننا نوفروا له مساحات للتسويق. فنتمنى انه ان شاء الله هذه المعارض هذه تلقى النجاح. عنوان المعرض يعني الالكتروني اللي ذكرتيه سابقا هو على الشاشه، تقدري تاكدي هذا هو؟ نعم knam.dz الموقع الرسمي للغرفه الوطنيه للصناعه التقليديه والحرف، معليش والموقع الرسمي للحرفيين لانه يمكنهم الاتصال والالتحاق، يعني الالتحاق اي اخبار اي معلومات خاصه مع مناسبه يناير يمكنهم ايضا المشاركه. نعم رانا دايرين استماره المشاركه، هناك استماره المشاركه على الموقع، كل مهتم يدخلوا الموقع يجد الاستماره يسجل على الموقع مباشره ويبعث لنا الاستماره. هناك شروط؟ هناك ما كاش شروط، هناك حقوق مشاركه فقط، مبلغ احنا دائما نديروا مبالغ رمزية تغطي تكاليف المعرض يعني اكيد فقط، ولكن لا شروط يعني، فقط نشترط بطاقه الحرفي طبعا، احنا ماذا بينا للمشاركه يجب توفر البطاقه. نعم، ولا يروح يدير بطاقه ويجي يشارك معنا ما كاش مشكل، سهل باش يدير الامر سهل. نعم يتطلب يعني طبعا إجراءات. هناك ملف يعني من خلال زياره الموقع يمكن لاي مهتم بالمجال انه يطلع على الملف كيفيه انشاء البطاقه يعني. هناك بعض يعني هناك شهاده تاهيل يمكن للحرفي الحصول عليها من خلال امتحان يعني او ما يقال انتي تيست تقوم به لجنه التاهيلات على مستوى كل غرفة ولائية. مثلا كاين مرأة ماكثة بالبيت مثلا مارست حرفة معينة لمدة خمس سنوات أو حتى ثمان سنوات وعمرها ما يعني مارست النشاط تجاري بشكل يعني. تجاري وبشكل رسمي، تنتقل إلى الغرفة الوطنية. هناك لجنة التأهيلات تختبر هذا المرأة من خلال تيست هكذا صغير ويقيموا هذا المنتوج والعمل. طبعا هذا يديروا هذا التيست يديروه خبراء يعني حرفيين متخصصين
وبعدين يعطيوها شهادة التأهيل. هذه شهادة التأهيل من خلالها تتمكن تستخرج بطاقة حرفي من ملف صغير وتصبح بذلك تشارك في المهرجانات في الأبواب المفتوحة. نعم نعم، المطلوب منها أيضا أنها تتوجه إلى صندوق ضمان الاجتماعي لغير الأجراء باش تفتح ثم الملف، وايضا تروح الى مصالح الضرائب بالولايه وتفتح ثاني ملف باش تكون تشتغل بشكل رسمي. ومن ثم عليها فقط ان تثبت جدارتها اكيد لتتحصل على البطاقه. على البطاقه. نعم نعم. سيدة المديرة، يعني في مناسبة يناير، ما هي يعني اكثر الحرف اللي تكون حاضرة؟ هي أكلات شعبية تقليدية أم لباس أم؟ نعم، هو المعرض بمناسبة يناير والذي سيقام أيام 18-11 بقصر ثقافة مفدي زكريا، خصصناه للصناعة التقليدية الخاصة بالغذاء والصناعة أو الأغذية المنتجة تقليديا بهذه المناسبة. بهذه المناسبة أكلات معروفة، يعني أكلات معروفة، وأنت تعرفي بأن الشعب الجزائري ولا كل شعوب العالم تحتفل بالغذاء أكيد، وتحتفل خاصة يناير، يعني سنة فلاحية إن شاء الله. نعم. تكون إن شاء الله مليئة بالخير. فإحنا اختصرنا المسافة على المواطنين، ورانا راح نحطوا مجموعة من الحرفيين بقصر المعارض مفدي. وجهتوا لهم الدعوة؟ رانا نديروا ترويج، رانا نديروا ترويج على الموقع، على صفحة الفيسبوك، درنا أيضا ترويج على الإذاعة الوطنية للمشاركة في المعرض. ثم في هذه الأيام سنقوم بالترويج وندعو المواطنين إن شاء الله لزيارة المعرض واقتناء. إن شاء الله نكون احنا أيضا حاضرين في المعرض. مرحبا بكم. هذا إن شاء الله ننقل الصورة للمشاهد الكريم. نعم. سيدة بنت لمساني دليلة، المديرة العامة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، نشكرك جزيل الشكر على هذه على هذا الحضور الجميل والمرور الكريم. نلقاك في أعداد مقبلة. شكرا إن شاء الله. لك. وأنا ثاني نشكرك على الدعوة، ونحيي نعم. كل القائمين على القناة. والله أعلم شفت في الفيسبوك بلي أنتم راكم يعني ترتبتوا في المرتبة الأولى من حيث عدد المشاهدة. أكيد. أنا ثاني نبارك لكم قال القناة ونهنئ قناة القرآن الكريم بهذا الفوز، وإن شاء الله نجاح أكثر إن شاء الله. إن شاء الله لنا ولكم. شكرا لك. سيدتي الكريمة، مشاهدي الكريم، نترككم مع هذا الفاصل. سبحان الله. تحية مجددة للجميع، أحييكم من قناة القرآن الكريم ومن برنامجكم الصباحي اليومي المباشر ضحى القناة. أسعد جدا بخدمتكم في هذه الصبيحة مشاهدي الكرام، ولطرح انشغالاتكم وتساؤلاتكم ما عليكم إلا الاتصال بخطي الهاتف 021-39-42-42 021-39-43-43. نلتقي بعد هذا الفاصل مع الدكتور إسماعيل سعيد وركن فصاله في عامين. تحية صباحية مباركة دكتور إسماعيل سعيد. صباح الخير لكل مشاهدي القناة وللفطرة الصباحية يعني الفترة هذه تاع الصحية هذه. اليوم دكتور سنتكلم عن مرض بوحمرون أو الحصبة. نعم، هي في الحقيقة تكملة للحصة الفارطة اللي درنا بصفة شاملة على مبادئ التلقيحات بصفة عامة، والآن إن شاء الله نبدأ ونفصلوا تقريبا للأمراض يعني المعروفة المشاعة تقريبا اللي يعرفوها كاع الناس. شوية تكلمنا في العدد السابقة عن التفطير الصحي ثم جدول التلقيحات، اليوم سنتكلم عن الحصبة أو ما يعرف باسم البوحمرون. لكن بعد هذا الاتصال الهاتفي دكتور معنا البروفيسور صالح بالعيد، المجلس رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا دكتور، صباح الخير. كيف حالك؟ خير دكتور. الجزائر قدمت مشروع لإعداد المعجم، لقد بدأتم في هذا المشروع، معجم للغة العربية، أين وصل هذا المشروع؟ السلام عليكم. شكرا. طبعا المعجم الذي جرى بالأمس هو يتعلق بالمعجم التاريخي للغة العربية. هو هذا المعجم ينقل كل ما أنجز في اللغة العربية منذ كانت العربية في عصر النقائش قبل أن تتقاعد
وكانت طبعا قبل هذا بمسمى اللغات الحامية السامية التي تتفرع إلى اللغات الثمودية، الصفوية، اللحيانية، الأمازيغية، الإفريقية إلى غير ذلك، ثم ظهرت في شكلها الآن تقريبا في العصر الجاهلي، وتقعدت طبعا بعد العصر الجاهلي في صورها المعروفة في العصور التي عرفتها اللغة العربية، العصر الجاهلي الأموي العباسي، عصر بما نقول الدويلات، العصر الحديث. لكن هذا المعجم يتعلق بمدونة إلكترونية، يعني كل ما أنتجه الفكر العربي وغير العربي بالعربية فقط، ثم المراحل التي عرفتها اللفظات والمسكوكات والدواوين والشواهد والتطور الذي عرفته كل كلمة، وثاني ما له علاقة بالألفاظ وكل خصائص اللغة العربية لنجعل لندون للغتنا وما عرفته من تطورات وأشياء أخرى ذات العلاقة برفع كل المضايقات التي تتعلق بتعليم أولا اللغة العربية وتعلم اللغة العربية وكيف تعيش مع النمط الجديد. طبعا الكثير من الأمم، ربما أقول كل الأمم، اهتمت بتدوين معاجمها التاريخية. نحن كان هذا حلما منذ 1934، منذ أن تأسس بما يسمى بمجمع فؤاد الأول، الآن مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وجاء باحث أو مستشرق ألماني يدعى فيشر ووضع الجذاذات الأولى ذات العلاقة بأبجد. وبعد الحرب العالمية الثانية عاد طبعا، أو في الحرب عاد إلى بلده، وتوفى 1949، فبقيت تلك الجذاذات ولم يهتم العرب بأن يبعثوا هذا المعجم، فأصبحنا ربما نكرات بين الأمم. الحمد لله الآن فيه تضافر جهود ثلاث دول، الدولة الأولى هي اتحاد المجامع ومقرها القاهرة، الدولة الثانية بلدنا الجزائر، ومجمع اللغة العربية بالشارقة. الجزائر يمثلها المجلس العالي للغة العربية، الشارقة يمثلها المجمع، القاهرة يمثلها اتحاد المجامع. بدأنا هذا العمل منذ 2016، أثمر الآن عن مجموعة مدونة جيدة، مما أدخلناه الآن في الذكاء الصناعي وفي المنصة ما ينيف عن 11,000 كتاب. وهذا الكتاب المنقول 11,000، يعني هناك بعض الكتب لها أكثر من 40 عددا، إذن كم معتبر جدا أدخلناه في المنصة الذكية المتطورة الراقية. تمت على يدي ثلاثة من الأفكار من أهلي فقهاء اللغة. ما هو دور المجلس الأعلى للغة العربية في هذا المشروع؟ اللغة العربية، ثم رجال لسانيات، ثم رجال المعلوميات. ألو، أنا المنصة. ألو بروفيسور. نعم. هل أنت في الاستماع؟ بروفيسور، ما هو دور المجلس الأعلى للغة العربية أو دور الجزائر يعني بصفة عامة في إثراء هذا المعجم؟ طبعا الجزائر دور رئيس، للجزائر دور رئيس باعتبارها منتجة لهذا الفكر، وهي تقريبا الذي وضعت الأفكار التشجيرية في البداية للغة العربية. هذا دور الجزائر، إذن هو دور محوري. لماذا؟ لأنها هي مقترحة الأفكار. الجانب مصر تعالج وتصحح المادة التي تأتي من الباحثة ومن الجامعين، والشارقة تمول. إذن هاو التكامل. إذن محورنا محور المجلس على اللغة العربية رئيسي. هذا نعم. يعني عمل إن شاء الله سيرى النور إلكترونيا قريبا جدا، أراه قريبا، أطمئن. وضعنا الخطوات الأساس، ودور الإجارة البارحة هو دور تكويني لاستعمال المنصة، لأن المنصة عندما وضعناها وهناك بعض العثرات والمضايقات التقنية، البارحة أعدنا صحنا بعض الأمور، أعدنا الأمور إلى مجاريها، والأمور جيدة يعني أطمئن. لماذا؟ لأنه الآن إذا لم نعتمد الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن نصل إلى نتيجة، وربما نصل إلى هذا بعد قرنين، وطبعا هذا لا يمكن أن يكون، لكن أكيد. إن شاء الله
اطمئنوا الامور ستكون بخير. نحن نجمع الان مدونه، نحن الان مكلفون بجذاذات، جذاذات لما نقول جذاذ يعني جذر، جذر معين مثلا نفرض كتبه، كل ما له علاقه بكتبه وكل من عصر النقش الى الان ومختلف التفريعات التي تاتي على كتبه، المزيد المتعدي، المزيد بحرف بحرفين، وثم الشواهد ثم التطورات، ثم نجمع هذا في صوره مدونه. الاله هي التي تعطي لك التعاريف والشواهد ومتعلقات الجذر، وتعطي لك تعريف دقيق كيف انتقل من عصر النقائش الى الان. يكون عندنا مدونه، هذه المدونه هي التي تحل لنا كل قضايا ذات العلاقه باللغه العربيه، فتصبح اللغه العربيه التقنيه تتماشى مع معطيات العصر، وتصبح كذلك انها سهله للتدريس، يعني ممكن في التربيه والتعليم تحل لنا الكثير من القضايا كلها. لا يوجد. أكيد دكتور صالح بالعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، نشكر لك هذه المداخلة، ونتمنى أن نلتقي يعني في حصص لإثراء النقاش أكثر. شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. إن شاء الله تكونوا معنا يوم 19 إن شاء الله دكتور، إن شاء الله 19 هذا الشهر في الموسوعة الجزائرية، وسترون ما قدمناه إن شاء الله، وهناك أعمال جيدة، فنحن وضعنا الخطوات الأساس وانطلقنا في أعمال فيه ما يقرب إلى يعني 16% من المنتوج في الموسوعة الجزائرية إن شاء الله بإذن الله. شيء جيد إن شاء الله نرفع به رؤوسنا أمام إن شاء الله. بروفيسور صالح بالعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة التوضيحية، شكرا لك. نعود إلى ركن فصاله في عامين، معذرة دكتور. تكلمنا سابقا عن جدول التلقيحات، اليوم نصل إلى مرض بوحمرون. ما هي الوقاية أو ما هي الأعراض؟ ربما هذا المرض ليست لديه أعراض أو في الأيام الأولى من المرض. هي في الحقيقة نعود باش نركزوا الأفكار تاعنا. نعم تفضل. قلنا في التلقيحات، المبدأ التلقيحات، وقلنا ان هناك تلقيحات، هناك ملايير وملايير من الفيروسات والميكروبات والبكتيريات لكن انتقينا بعض الامراض الفتاكه القاتله واللي عندها اضرار كثيره، انتقيناها ودرنا فيها في جدول تلقيحات، وقلنا نعاودها كل بلد لازم يتاقلم مع البيئه تاعو مع الامراض اللي منتشره، ونعاودها ونكررها باش تدخل في الراس نهائيا. قلنا ان الميكروبات اربع انواع. الفيروسات والبكتيريات والطفيليات ولي باغازيت، مازال ما لقيتهاش اسمها باللغه العربيه، راح يقولون المجمع هذا يقول لنا واسمه لي بارازيت. لكن باش ما نغلطوش، باش ما ما يكونش ارتباك في الدماغ تاع الناس، نقول لهم برك نوعين برك. نعم. يخليو الفيروس والبكتيريا. كل اللقاحات الى الحين تشوفوها، يا ريت واحد شويه يسانتيريس لهذا الشيء. في جدول التلقيحات يا اما تلقيح ضد البكتيريا يا اما تلقيح ضد الفيروس. وفي البكتيريا في دونك الفيروسات والبكتيريا، ما كانش تلقيحات ضد الطفيليات ولا لي شامبينيون ولا لي ميكوز، ما كانش. نعم. وفي الفيروسات ولا في البكتيريا هناك تلقيحات فيفانت، حنا نديروا التلقيح والتلقيح هذا مازال عايش، نحينا له الماده السامه لو كان تقتلوه كانه ما درنا والو. وهناك تلقيحات فتاكه بزاف، واش درنا؟ تيوي، رانا قتلناهم باش نديروهم في جسم الانسان، يتعرف عليهم يعني الجسم مره يتعرف مره وكذا لديه مناعه. وما يا ريت نعاود قبل ما نتجاوب على السؤال تاعك نزيد من ملاحظك لازم مهمة. تدخل ثاني. نعم. ما هو مبدا التلقيحات؟ اما انك اللي يحب ما يلقاش روحه ما يلقحش، اصطناعي او طبيعي؟ طبيعي. يصاب اللي يحب ما يلقحش روحه ربي يساعده، لكن لازم ياخذ المسؤوليه تاعه والعواقب تاع المرض الطبيعي بوحمرون. لما واحد يمرض بوحمرون ما نقدروش نعرفوا ما هي العواقب. صحيح انه في 90 70 80% ولا اكثر تجي سلامات. نعم. لكن في العشرة، شكون واحد يحب وليده يكون في 10% اللي يكون عنده مشاكل؟ نعاود للسؤال تاعك، اكبر اجابه اللي نقدر نجاوبها لك هو العدوى اللي حضرنا لها العام اللي فات.
العدوى من شعب ولا كان تبعتوها العدوى تاع لا روجول ليبيديمي تاع لا روجول خاصه في الصحراء في كل لا موش في الصحراء جوستومون رحت للصحراء انايا بدات انتشرت في الصحراء يعني في انتشرت في انطلقت لكن لو كنت تبعوا لو كنت تبعوا شويه واش هو عيسرى انتشرت الى جميع العالم العالم في الولايات المتحدة كان ماتوا الناس بالبوحمرون خاطرش بزاف هنا في الجزائر يقول اه ماتوا بوحمرون باسكو حنا ماشي ملاح باسكو كل واحد يدير تقييم تاعه حتى شعلت في فرنسا حتى شعلت في لي زيتازوني وفي الهند وكذا دونك هذا الفيروس ما عندهمش دي فرونتيير لي فيروس ما عندوش حدود نولي للسؤال تاعك لو كان نقول لكم بوحمرون في اي خانه نديروها فيروس او بكتيريا نعم ديالك شو السؤال لا معلش بوحمرون فيروس ونعاود النظريه اللي قلتها لك وعلاش لي فاكسان تاع الفيروس هما اكثر سي بلوز امبورطون لي فاكسان تاع الفيروس مهمين اكثر من البكتيريا علاش لانه مثلا واحد مرض مرض تاع لا لا مرض بكتيريا اي بكتيريا صرات مرض عندنا مضادات حيويه لي زانتيبيوتيك عندنا مضادات حيوية لكل جرم خاصة إذا كان درنا تشخيص مسبقا مع الأول لكن بوحمرون ما عندك حتى دواء ما عندوش مضادات حيوية ما عندك قلنا فيروس مضادات حيوية ضد أنتي بيوتيك بيوتيك معناتها بكتيريا أنتي بيوتيك تاع البكتيريا الفيروس لا يوجد دواء كل خطر يقولوا لي ما هو الدواء تاع بوحمرون ما هو الدواء تاع بوحمرون نقولوا ما كاش دونك بالسيف علينا ديروا لو فاكسان لانه الحل الوحيد هو اللقاح. الفاكسان هو اللقاح ما كاش يقول لك عندي جبت لك وليدي عنده بوحمر ما عندي ما ندير له عنده الحراره نمدلو الدواء تاع الحراره بعيد الشر لو كان يكونفولسي يدير تشنج في الدماغ نداوي له التشنج تاعو الاعراض فقط نعطيك الصحه الاعراض دونك بوحمرون لما نقول الاعراض كانه ما قلت والو لانه خلاص لما تصرى حاجه ما عندي ما ندير الاعراض دونك ممكن هي الاعراض في لي مالادي انفيكسيود هادو الامراض هادو سواء الفيروسات واش تبدا اول حاجه هي تبدا بالحمى الحراره راني درت ما حبيتش نخلطها عليكم راني درت حلقه الجايه نظن هي على الحسبه الالمانيه هنا لازم واحد يكون فيجيلون لازم يكون فايق باش يدير الفرق بينهم لانه الحصبة اوجه الاختلاف كثير الاسم يعني متشابه لكن فوالا متشابه هنا حصبه وهذيك الحصبه الالمانيه درنا بزاف باش ندخلوها في راسهم خاصه في الجزائر تقول واحد حصبه الالمانيه ما عنده ما يفهمها دونك الحصبه هذه فيروس والفيروس هذا يجي في الجزائر على طول العام لكن عنده دي بيك في ليفير يسميوه اونديمو ايبيديميك اونديمو معناتها راه يعني كل اشهر لكن لما تكون حاله زوج الشتاء يعني يرتفع الوباء سمعتي بوحده حاله في الواد ولا زوج في طمره لكن عندما يصبح وباء يسمعوا به لكن الوباء هذا الانتشار الاكبر في الشتاء لان الفيروسات بصفه عامه ينتشر في الشتاء يعني في الشتاء دونك هذه الخاصيه الثانيه هي ان تجي عند الصغار ولكن تقدر تجي عند الكبار وهذه نفتح قوس قلتها اكثر من مناسبه كل الامراض اللي عند الطفل لو كان تجي عند لي زادولت تجي اكثر في التاكا واحد اللي يدير بوحمرون على صغره خير ما يديروا على كبره واحد اللي يدير لا روبيول على صغره خير لا فاريسيل بوشوكا واحد يديرها في صغره تجي سلامات لو كان تجي على كبره تكسر اكيد نستقبلوا مكالمه هاتفيه محمد بن وهران السلام عليكم نعم السلام عليكم صباح الخير اخي الكريم كيف حالك من وهران عندي غير واحد الكلمه نقولها للدكتور فقط تفضل نعم نشكره نقول له والله يشكرك والله يحفظك ويزيدك علما على علم لاخاطش عنده واحد اللغه العربيه يعني فصحى ويفهم إيه انا خاطيني مع هذا ونبغي نتفرجه والله شكرا نعم شكرا جزيلا لك الاخ كريم احنا ثاني نشكرك وكل الواصل وان شاء الله والله يوفقه ان شاء الله هذا مكان بارك الله فيك بارك الله شكرا اخي محمد من وهران السلام عليكم وعليكم السلام شكرا نواصل النقاش شكرا لا شوفي دونك واش قلنا
قلنا هذا البوحمرون هذا يصيب الكبار يصبح مشكلة، يعني مشكلة أكثر، بل في المضاعفات، بل في ماذا؟ أنه يقدر يروح القتل، الموت، الموت سبب الموت. أرينا نهضر على اللي مش ما داروا لا فاكسان تلقيح، تلقيح طبيعي، ما داروا بوحمرون كي كانوا صغار، ما داروا تلقيح، لكن نادرا الان في الجزائر، لكن صارت في سنوات ماضيه برك. نعم. في حي جامعي، في حي جامعي في فرنسا وفي الجزائر. دونك البوحمرون هذا قلنا الحمى، الوجهه الفرق بين الاخرى، الحمى كبيره، ما كاش بوحمرون 38، دوماج ما جبتش واحد، ما كاش بوحمرون 38، اللي يقول لك عندي بوحمرون 38 ديريكتومون نقول له ماشي بوحمرون، 40. هي 40 وطلع الحمى هذه بس. ثانيا هناك اذا كان مكالمه قولي لي. ام محمد من الجلفه، نعم لدينا مكالمه. السلام عليكم ام محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ لا باس الحمد لله. الحمد لله. عندك سؤال؟ نقدر نهضر مع الدكتور؟ تقدري، تفضلي، هو في الاستماع. تفضلي معك. تفضلي. شكرا. صباح الخير دكتور. صباح الخير. والله بحال نحب نهضر معك. كي تهضري معايا اليوم من الجلفة؟ ياك من الجلفة. انا عمي. خيار الناس، خيار الناس. الله يسلمك. انا عندي ولدي دار الحصبة الألمانية. ايوه. ايوا من بعد كي دارها بقات له ولا يدخلوا يقولوا لهم لي زوغيو. شحال في عمره كي دارها؟ كان عنده 6 سنوات. شحال؟ 5 سنين. 5 سنين. ايه دار الحصبة الألمانية. ايه. من بعد ولاو يدخلوا غدة الزاوية، ولاو يدخلوا فيها قبضوا، يخرجوا له كي شغل فيها قبضوا. لي زوغيون. إيه هادو يسميوها بالعربية النكاف. النكاف. أنا تعلمتها. لي زوغيون، إيه ومن بعد؟ إيه من بعد طولوا ما راحولوش تقريبا 6 شهور، بعد ولا 10 فوا كيتقريبا ولا يعاودوا يخرجوا له. شوفي مدام، هذه ما كاش منها. هذه ما كاش منها يعاودوا يخرجوا له، ما كاش منها. يجوا مرة واحدة. لي زوغيون يجي تبعيني الحلقة الجاية نهضر على الحصبة الألمانية، وممكن نزيد شوية نهضر على لي زوغيون، لكن ما كاش منها. لي زوغيون يتنفخوا يروحوا في أسبوع ولا. لا هما ماشي لي زوغيون، يخرجوا له كي شغل ولادك. إيه عندك الحق، عندك الحق، بصح ولاد هادو كبار ولا صغار؟ كبار شوية، كبار شوية. نجاوبها ولا بعد كما نستقبلوا مكالمة أخرى؟ يقول لها نجاوبها من بعد. أم محمد شاهد الإجابة عبر التلفاز. شكرا. شكرا على الاتصال. نستقبل مكالمة سعيدة من العاصمة. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير أختي، كيف حال؟ صباح النور. تفضلي، عندك سؤال؟ عندي سؤال، حبيت نسقسي طبيب الصحة على حاجة واحدة أخرى، ماشي على التلقيحات. إيه تفضلي. معليش. حبيت نسقسيك على الرضاعة، أنا أم عندي بنتي في عمرها شهر. إيه. دوكا كاني نرضع فيها بصح ما فهمتش، ما شغل العبال كي نمدلها صدري شغل تقعد طول بزاف. إيه. مادام هذا. نحطها غير شوية تبكي، تعاود تبكي، تعاود نعاود نزيد نشدها، شغل ما فهمتش أنا كيفاش نداوني، نعطي لها البيبغون يعني. فشغل كي نمد لها البيبغون راهي تتقيا لي ثاني، ديك شحال من خطرة تتقيا بزاف، ماشي زعما تقالها يتقرع شوية ولا. وين تسكني في العاصمة؟ في القبة. في القبة، هذا هو الأول تاعك سيغ. هذه هي الأولى ديالي. باين في الكلام تاعك باين هذا الأول. شوف والله غير شوف، حياتي كاع وانا نضارب مع لي مامو على هذا الشيء هذا. مش نضارب، نسيك نسيك. شوف بوتيتخ ماك، واش تخدمي انت؟ واش تخدمي؟ نقري استاذه اون بلوس. وين؟ شوفي مدام، انا تعرف انا عندي 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 نجاوبها ولا نحب نرضعها؟ انا حبيت نرضعها برك، انا مش حابه مدام ما كانت تحبيني. شوفي مدام، كي شفناك قليله تقول لي بلي تزيدي لها الحليب. مدام اسمعي لي، اسمعي لي مليح. وانا شغل ما حبيتش يعني، ماذا بيا كان نرضعها برك. استاذه اسمعي لي، اسمعي لي. لازم لك مرافقه. لا مامو، انا مش انا لما نشوف لي مامو هذو اللي يزيدوا ايتو، ما نديرلهمش ان كور تيوريك، ما نديرلهمش درس نظري، نقول لهم مثلا الدين يقول حولين كاملين، ونقول لهم هكذا. لازم تعطي لهم دي زارغومون، حجج واحد اخرى باش يرضعوا. وانا الحجج تاعي بسيطه جدا، مثلا انت يرحم باباك عندك الشهر تاع ملي زيتي سي سا. انا شغل نسني كونترا معاك، نقول لك مدام شوفي رضعي البيبي تاعك بصدرك بوان. ما تمدي له لا حليب. نقول لك حاجه اكثر من هذا الشيء، ما نمد لا ما لا تيزانه. عنده لي كوليك نخليوهم ترونكيل،
عنده مانيش عارف واش نفهم لها بلا ما قولها الحليب مليح وقال ربي لازم قالهم وكذا، المهم كاع على بالهم بصح كيفاش نطبقوا. لكن واش من الكونترا تاعي نقولها نشوفك من على شهر، هاكي سمعتي؟ اه. مثلا شحال وزن البيبي تاعك لما زاد؟ 2 كيلو 700. على بالك هذول يجيبوا روح، معليش 2 كيلو 700 على 10 ايام يوزن 2 كيلو 400، ينقص ب 10%. مالا كنت تشوفي نقص، مالا تقولي تهردت لازم نزيد له بيبرون، هي نقص طبيعي. يشر كيما يقولوا ينشف، يجيب الماء تاع يما في اليوتيريس ومن بعد يولي 2 كيلو 400 طبيعي 10%. على بالك نشوفك على شهر، شحال وزن على شهر؟ شحال وزن على شهر؟ مازال اللي كاع تديتها عندي يا ربي وحد دي جوم لي ديتها الطبيبه لقاتها 2 كيلو 900. 2 كيلو 900؟ اه. معناتها ما زادتش ب 200 غرام. هاي زادت ب 500 غرام، خاطرش لازم تنقصي لي 10%. وانا 2 كيلو 900 ما نقولكش ما جابت روحها، نزيد لك انكور ان اوتر موا شهر واحد اخر، اي فو زالي فوار كيس كي فاس باسي. انا ما نمتش لو بيبرون، وانا اكيد وانا نسمع. نحيلها ما شوف ناخذ المسؤوليه تاعي. ما يتشبع ما يتشبع. هذه مدام هذه سمعتها مليون ملايين من الخطرات، سمعت ما عنديش الحليب، ما جانيش الحليب، ما كليتش مليح. سي فو سي فو سي فو. ردعي البيبي تاعك، اشربوا الماء، لازم يفو لا مامو تشرب بالماء. كولي واش تحبي؟ ما كان لي تيزان ريان دو تو، سوائل، اشربي الماء وكولي واش تحبي. اللي يقول لك ما تاكليش هذه، ما تاكليش الشوفلور، ما تشربيش هذه، ما كاش منها. المهم كولي كيما موالفه تاكلي، واعطي لها ترضع. عندك حاجه برك لازم تلصقي معاها 24 سور 24. لو بيبي كاين اللي يرضع، كاين اللي يرضع ساعتين ما يطلقش الزيزه تاع يما، ساعه ساعتين. وكاين اللي يرضع بكل 5 دقائق يرضع يرضع يرضع. ومن بعد يفو انتيا تتاقلمي لو ريتم تاع البيبي تاعك، سي با ان روبو. كاين اللي يريقلي والريفاي، قلت لك سوايا نرضعو، قلت لك سوايا ما كاش منها. لازم تلصقي معاه، انسي شغل، انسي واش تحبي، لازم اش 24 معاه. يدير واش يحب، نضع 3 تاع الصباح نوضي، حب يرقد على 2 تاع لابريميدي خليه يرقد وهي رايحه. اي فو زالي فوا. ومن بعد تجي تقولي لي هاوي تقيه او هادي او هادي. لو كان جاي تقيه بالحليب تاعك مرحبا، ويتقيه على روحه يقول لك لازم ترضع حتى يخرجوا من نيفو ولا مدنه، يقولوا لي زاميريكا. بصح كي تخلطي له الحليب تاع الاخر كيفاش نفصلوا بين الحليب تاعك؟ اسكو الحليب. ومن بعد كاين حاجه، بعد بدلي له البواطه، هذا ما خرجش عليه، بدلي له الماركه. ولا بدلت له؟ لا والله العظيم انت يا رزمو ما راكيش قدامي يا نو نو نو. شوفي مدام الهاتف ديالك. نعم باش نتصل بك. شوفي مع لا ريجي، اعطي لها النيميرو تاعها ونشوف. يعطيك الصحه. هيا صح. شكرا سعيده من العاصمه على هذا الاتصال، ان شاء الله تكون توضحت لك الصوره. نجيب الموضوع على كل حال. معليش نجيب ام محمد. نسيت ديجا السؤال. على قلت لك تنفخوا له ما كاش منها. شوفي جوست اري حبيت تديروا الحلقه الجايه لا روبيول، عندنا شويه الولاسس لا روبيول حسب الالمانيه، عندنا الولاسس صغار صغار صغار. هذا سي ان كونكور دي سيكونستانس كي جات واسمها. ومن بعد لي زوريون ما كاش الوساس، الناس برك ما تفهمش عن بالها كي تنفخوا معناتها عنده الوساس. هو لا بارتي هذه تتنفخ، هذه تتنفخ تفش على الحصبه ومن بعد تفش. لا 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 اذا كان عندها ما كاش منها كل 3 شهور كذا. لا اذا كان قاعد شويه دي غونغليون الله يبارك، بصح ما عندها على الاقل لا بلا روبيول لا بلي زوريون. في الاول وي لا روبيول تمد لي غونغليون بصح ما يقعدوش 3 شهور عام تو. مع زوال لا روبيول، مع زوال لا روبيول يوليو لا لا يكون عندهم دي كونغليون صغار. ممكن كان عندهم قبل لا روبيول وقبل هذه معروفه، ممكن يدير دي زونجين ولا ما عندها حتى علاقه. عرض الحصبه البوحمراء دونك قلنا الاعراض الاول هو الحمى ب 40 ولا اكثر. نعم. ولا يدوروا تم الاعراض وشنو؟ كل العين والنيف يدمعوا بصفه مش ضربوا الريح ولا واد يعني كوريزا يقولوا دون توقف. نعم. هكا حتى انه لما يدمعوا حتى يديروا دي كونجونكتيفيت يلصقوا، لان شيء علاش هادو فيروس تاع لا روجول يحب الكور حب ينحيه. نيفها كيف واد ومن بعد كيما تحبطوا سعله كيما قال لي راه يرحمه البروفيسور تاعي. ما كاش بوحمرون بلا سعله، ما كاش بوحمرون بلا سعله، السعله فيها لانه الفيروس اللي هو هنا والفيروس اللي هو هنا حتى لي بومو يدمعوا، بصح يدمعوا بالشكل تاعهم العينين تشوفيها. كيفاش يدمع الصدر؟ كيفاش يدمع الرئه؟ بالسعله. دونك السعال فيها و
ومن بعد هذا هو الاعراض تاع بوحمد. لكن المشكله وشنو؟ هذو الاعراض اللي عندهم اسبوع فيها مكالمه. نعم، في فاطمه من بويره. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير اختي فاطمه، كيف حالك؟ لاباس الحمد لله. عندك سؤال؟ السؤال اختي الدكتور تفضلي، هو في الاستماع. بنتي في عمرها 4 سنين ونص. وي عينيها يدوروا، عينيها يدوروا بصح ماشي دايرين، يدوروا منين ذاك يدوروا. ايه كي ديتها للطبيب تاع العينين قال لي باللي نورمال، كي توفي 7 سنين يولوا وحدهم، بصح انا خفت يدوروا بزاف. يدوروا يدوروا ولا ملحونه؟ عندها ملحونه كيما يقولوا، ملحونه ملحونه. ايه خاطرش ماشي كيف، ماشي كيف كيف يدوروا شغل الدور، يدوروا من بعد تولي نورمال ولا دائما هكذا شويه؟ لا لا يدوروا من بعد تولي نورمال. ماشي كيف كيف. نو 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 اسكو صح، كي تكبر يتسقموا ولا لازم لها نواظر؟ تفهمي القبيليه انت؟ ايه نفهم شويه. ملحونه معناتها تزعول، تزعول يا اخي. ملحونه، ملحونه لما يكونوا محوله ولا شو يسموها، يسميوها استرابيزم. هذه ما كاش منها تولي لبلاصتها، سا نكزيست با. واحد اللي ملحون حتى بعمليه حتى جراحيه، حتى بنوضه ما يوليوش بعمليه جراحيه. لا لا مش عايش تهضر على هذه، جوست ما كاش منها تتعوج ومن بعد تعولي ونورمال، هذه ما كاش منها. استرابيزم لما يكون يكون. لا لا شوف خويا، شوف كي يكون خبر فيها عينها تهرب، تهرب هكذا تخبى، هذاك الكلب يتخبى ومن بعد اي. خليني نفهم لك، خليني نفهم لك. كاين حاله واحده اخرى، هذه الشيء اللي حبيتي تشوفها، يسميوها نيستاغموس. سي كوا ان نيستاغموس؟ عينين يدوروا هكذا يلعبوا ومن بعد يولي عادي. هذا في الحقيقه هذا لو نيستاغموس هذا، الا كان قالك لوفطالمو عادي يا با بروبليم، بصح لازم تشوفي اسكو عندها اعراض واحده اخرى، اسكو عندها مشكل في الراس، اسكو لا اون ايبيليبسي، اسكو كونفولسات لما كانت صغيره، الصرع تشن، اسكو عندها لي كونفولسيون لما كانت صغيره كونفولسات. لا لا ما تكونفيكسيش. اسكو الزياده تاعها كانت عاديه؟ عاديه ايه. دونك نورمالمون ما تقلقيش، عنده الحق لوفطالمو، نورمالمون ما تقلقيش. بصح هي ما كانتش، هي ماشي بصغير، ملي كانت صغيره عندها 3 شهور ملي بدات هكذا. ايه 3 شهور، ايه جوستومون، نورمالمون ما كان والو، مي لازم تبعيها، لازم على الاقل تشوفيها كل 6 شهور عند لوفطالمو، اذا كان طلب مام لازم تشوفوه سبيساليست تاع الدماغ. ممكن لازم لها اون ايرام، اذا كانت قلقاتك من على 3 شهور سي با نورمال. حتى اذا كان قالك طبيب تولي وما توليش، بصح اذا كان في المره الاولى يقول لك بالك 6 شهور من بعد بالك يبدل رايو. دونك ما عندك ما تقلقي، بصح ما لازم تقولي ما كان والو وتروحي. كل تقييم كل 6 شهور، كل 6 شهور ديروا اون ايفالياسيون. الا شتي الدعوه راهي تزيد اكثر من اللازم، يفو لازم نروحوا نديروا الفحوصات اكثر من لوفطالمو. داكور. ايوا دوكا هذا وين تقوليها لي تسمى، حبيتي نخرجها من الاخر. إيه شفتي كيفاش تخبيو علينا ومن بعد حنا نحصلوا؟ هي لا ميديسين سي كوم سا، لا ميديسين الاسباب لازم، خاصه في طب الاطفال سي الام اللي تمدنا. مصباح انا نقول لك لي كونفولسيون، لي كونفولسيون بعد تسكتي. لا لا خويا قلت لك ماشي هي، خوها اللي عنده، خوها ميم، خوها اللي عنده ليبيليبسي ناخذوه بعين الاعتبار، ميم خوها. شوف ان بيدياتر لازم تقولي له كاع واش صرا في الدار، باسكو من بعد هو يدبر تاريخ المرض. عنده علاقه، ممكن يكون عنده علاقه. شتي كيفاه؟ جو سوي سور لو كان قلتي له الطبيب تاعها تاع لوفطالمو عندي خوها ايبيليبتيك كان ممكن يبدل شويه رايو. دونك يفو لو بروندغ سيريو سيت فيلا، لازم تاخذوها بسيريو. ممكن لازم ديري لها، كاين حالات تاع ليبيليبسي ما يتصرعوش، كاين حالات تاع ليبيليبسي عمرهم ما تصرعوا، حتى الصرع ما يبانش، ما يكاش يعني ثواني فقط، ميم با ميم با. نعم في العينين برك مثلا. نعم. واحد يقعد هكذا يتفيكسا مده بعض، لا سا سافي ليبيليبس. نعم. مثلا كاين انواع مختلفه، كاين انواع، كاين الاف من انواع. دونك مدام ننصحك تروحي لوفطالمو، اعطي له ليستوار هذه تاع وليدك، سيل فو لو بروند. اذا كان لازم تروحي تشوفي طبيب، مش طبيب تاع الراس، طبيب اطفال. لا لا طبيب الاطفال احكي له، اذا كان يقدر لها الله يبارك، سينو هو يوجهك لطبيب الاعصاب. بصح ما تخافيش، ماشي نخوف فيك، راني نقول لك واش لازم ديري. نقدر نقول لك ما كان والو، روحي وخلاص. ان شاء الله خويا يعطيك الصحه، نتمنى لها الشفاء الفتاه ان شاء الله. فودي لا فيغيتي او بارون ان شاء الله. نعم دونك معليش دي فوا. شكرا شكرا اختي فاطمه، نتمنى لك الشفاء. دي فوا يعيطونا في مواضيع غير الموضوع تاع اليوم، لانه بالك ما قدروش يشدوا. معليش
دوك نعاود للموضوع نولي ابو حمرون. دوك هذه العلامات واش قلت الفكره اللي كنت حبيت نقولها، الاعراض اللي قلتها لك قبل ما تلقاي الحبوب الحب هذاك السمانه هذيك والسيده ويسعى له ونيفوا ويسيل ضربوا الريح لا قريب ما لا قريب، وقتاش دير التشخيص لو كان ما يبانش بوحمرون ما كاش اللي يقول لك مسبقا او عنده بوحمرون لازم حتى تظهر الاعراض بيان سور. ممكن واحد يتنبا ايتو بصح من المستحيل انه واحد ما عندوش بوحمرون تقول له عندك بوحمرون، ممكن حتى تتنبا شويه حتى الفحص السريري عند الطبيب حتى الفحص السريري يجيك ما عنده والو ما عندوش لازم يخرجوا الاعراض، لكن بعد ما يبان له تعاود تستعمل العلامات الاولين كان عنده 40 كان نيفو يسيل زائد هذا تربط الاعراض بالمرض صح تساوي بحمران خاطرش ممكن يجي الحب من بعد ما لكن ممكن حسب قبل المكالمه مع الدكتور اسماء من خنشله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا اسماء تفضلي. واش راك دكتور لاباس؟ الحمد لله الحمد لله. حبيت نسقسيك ولدي في عمره 22 شهر ايه بدات له حساسيه جسمه كامل حراش ايه بعد ما حراش سما ديك البيدياتر خطات عطاني لي بوماد ارتاح ايه بعد ما ارتاح عاودوا ظهروا فيه حبات في رجليه ويديه ووجهه برك ظهروا كرش وما فيهمش حبات كيفاش مخدومين هذو الحبات فيهم الماء فيهم ما فيهمش الماء ما فيهمش الماء ياكلوه برك ياكلوه طول يحك في راس ايه كي عاود طرديتو البيديات قال لي الحساسيه ما تخافيش منها عطاني غير واحد المطهر وسيرو اها بعدها طورت الحاله نتاعو ولا الحبات هذوك غير ما يزيدوا وياكلوه يجرحهم اه ديتو البيديات واحد اخر قال لي فاريسال قال لي وعسي اختو لا يعديها دوكا عنده 20 جوغ بيه اختو ما عداهاش وباش يرتاح ما رتاحش تسمى تلموا الجراح رجعوا جراح تلموا مازالوا ياكلوا فيه ان شاء الله برك ما دارولوش لا بوماد هذيك تاع لي كورتيكويد درتو له سي داروا له الاولى على الحرشيه هذيك داروها له لا كي بانوا له هذو الحب هذا داروا له ليكو... لا خاطرش لي كورتيكويد ما داروها لهش درت له مطهر ما عطيتيلوش ماشي هي بصح المهم دار الحمه ولا لا دار الحمه الحمه ما عندوش نهائيا لا بالحرشيه لا بالحب الثاني. شوفي مدام بون لما دار هذه الحبات هذو ما كاش لا فاريسا اللي تجي غير في الرجلين والفوق وما كاش الكرشه هذه ما كاش منها ما هي لا دايو ما تبداش من الرجلين لازم تبدا من طلعت تبدا من الشعر كاع تبدا من الراس حتى في الشعر تلقاهم الحبات صافي خلاص ما فيش خلاص اي معليش بصح راني نقول لك دونك سي بور سا كو انا نتحفظ على التشخيص تاع لا فاريسا البوشوكا انا نتحفظ عليه اوكي فهمتي نعم انا فاهمه ما جو بونس كو الا كان ويحك بزاف لازم ان تريتمون لوكال لازم داويو البلايص هذوك اللي فيهم الحب اما مش فورسيمون دي بوماد كاين سوائل جو سي با كاين ماقدرش نقول لك وصفه هكذا على المباشر لازم سورتو المسائل هذو تاع الحب المسائل تاع الحب ندير التشخيص بالعينين تاعي بالعينين ما نشوف حتى حاجه لازم نشوفهم دونك شوفي الطبيب تاعك جو سي با لا ماشي واحد اللي يحك معناتها حساسيه داير دوك نولي ليها ماشي اللي يحك معناتها حساسيه هاولا فاريسيل تحك بصح ماشي حساسيه فيروس داير فاريسيل فيروس ويحكوا بصح ماشي حساسيه وين حاب نقول لك دكتور وين مرتاح لي حتى انا حبست له لي تريتمون كامل ودرت له ماده على الكبريت من واحد الحمام معدني صافا دوكا ما يحكش داويت لمو الجراح با طوميو لي سيكاتريس قاعدين ما كانش ما بغاش اون سان فو دي سيكاتريس يروحوا صغير يروحوا له سيكاتريس ما تخافيش عليهم يروحوا له ما كاش مشكل الحبات بزاف اللي يرتاحوا بقاو حبات هكا يبانوا مازال يجرح فيهم اسمع ليها ما بغاوش يرتاحوا ديري له برك تحبي ديري ليوزيناكوز يسميوها الدواء الاحمر ماشي دواء الجرح دواء الاحمر ليوزيناكوز ا 2% يسميوها ليوزيناكوز ا 2% اللي ديروها للسره البيبي كي زيد اي تو جو سوي انا درته في الاول ديري هذاك هو اللي ينفعك هذاك هو اللي ينفعك هذا ما نقدر نقول لك هكذا على البلاطو اسمها ما هي فاريسال ما هي لا ما مش فاريسال مش فاريسال السخانه ما عندوش القيه لا دياري ما عنده والو جوستومون جوستومون دوك نقول لها لا بوحمرون ما تجيش بالحب ديريكت لازم يكون علامات من قبل كي لا فاريسال كي بوحمرون كي الحسب الامانيا ما تنوضيش وتلقاي الحب اعراض قبل هذه يسميوها باللغه الفرنسيه لا فاز بري ايروبتيف معناتها ما قبل الحب هذه الاعراض مده اسبوع. شكرا اخت اسماء من خنشله شكرا على الاتصال نواصلوا دكتور. شكرا. با جوستومون نكملوا عليها الاعراض هذو ما نتنبؤوش عنده اعراض.
ما نتنبؤوش بوحمرون ولا فاغيسيل ولا الاخر. لما يكونوا هادو يبانوا نربطوا بالشيء اللي كان عندنا. مثلا الحصبه الامانيه من المستحيل يكون عندك 40. لما واحد يقول لك عندي حصبه الامانيه ودرت 40 حراره 40 ونيفوي وسيلي وقدام الناس تقول له ما كاش منها تليفون قول له ما كاش. لكن لما يقول لك عندي 38 ولقيت دي غونغليون كيما سقساتني هذيك مش عارف منين قالت لي عندي شويه الولاس هنايا يساوي روبيول. دونك مليح واحد يعرف بالعينين هذه روبيول هذه فاريسيل هذه بوحمرون، لكن دائما نربطوها بالعلامات المسبقه للبوحمرون هذه تظهر قبل. دونك هذه هي العلامات اللي كنت اللي كنا نقولها هذوك ثانويه الاسهال ولا لقيه هذوك. واحد عنده لوتيت يكون عنده اسهال، واحد يكون عنده لونجين يكون اسهال، ما هذيك علامات اسكو الاسهال تفرقي بين هذه ولا هذه، هذيك علامات لكن فنوية. السعلة وكذا وجه هذه هي بصفة عامة. بصفة عامة عندنا كيما عندك الحق، عندنا وسائل باش نديروا تعيار تحاليل طبية. لكن نعم. لكن عندك مليون حالة ديري له مليون حتى مليون بريليفمون كلينيكي سريرين كيما راكي تقولي نديروا دياغنوستيك. دايو لما تكون عدوى يقول لك لما تديري بالبيلون خمس حالات وثقتيها باللي عندك بوحمرون كنت في طامراس العام اللي فات خلاص سي بون تحبسوا لي بريليفمون اون كونسيدير لي يجيو من بعد تلقيح كانهم بوحمرون. لي سوفي يكون عندهم العلامات اذا كان عندنا خمس حالات مباشرة ثابتة بالدليل بالتحاليل الاخرين ما كانش نديروهم. وعطيك صحة قلتي لي ما هو الدواء؟ ما كاش دواء ما كاش يعني دواء في الحالة الآنية. إذا عنده الحمى نديروا له الدواء تاع الحمى خافضة حرارة. إذا عنده مش عارف حتى السعلة ما عندناش دواء. عندنا دواء مضاد حيوي بصح لازم نسمعوا مليح واش راني نقول. المضاد الحيوي لونتيبيوتيك نمدوه لما تكون اون سيغ انفيكسيون برونشيك معناتها بوحمرونا وهنا لو فيروس ما نقدرولوش بصح من بعد يجي ميكروب اون بكتيري يعشش في نعطوا له المضاد الحيوي هذاك نعطوا المضاد الحيوي ضد هذا الميكروب مش ضد الفيروس. نعم لما يوقع الفاس في الراس لما يحسد عنده بوحمرون ندير له فاكسان خلاص او دار بوحمرون. دونك ما هو الحل الوحيد الجماعي ماهيش نهضر على حاله او زوج اثنان او يعني ثلاثه الاف بل ملايين من ما هي الحاله الوحيده هي تلقيح ضد تلقيح. بوحمرون لانه انتشر يعني وباء منتشر ولكن تلقيح قبل ما يمرضوا قبل الاصابه. نعم قبل الاصابه بعد الاصابه بعد الاصابه تلقيح طبيعي اصبح تلقيح طبيعي. بون كاين حاجه كاين بزاف الاسئله يجوني يقول لك اللي دار بوحمرون يسكن نلقحوه نقولوا وي ده. الان حتى اذا كان يعني حتى اذا كان المناعه الطبيعيه سواء اكتسبها طبيعيا الان احنا في جدول تاعنا نقولوا له كي يجي وقت تاع الفاكسين تاعو يديروا باش ما نديروا ما اون برون با دو ريسك il faut prendre le donc التلقيح هو هذا هو والتلقيح تاع البوحمرون هو سيت ان فيروس فيفون اتينيوي نلقحوه وهو فيفون. هذا ما الناس لما يديروا الفاكسان تاع بوحمرون يبان عليه شويه شوفوا يبانوا كل الاعراض تاع بوحمرون لكن بدرجه اخف وما يخافوش. ونذكر اللي عندهم الدراري معليش عندي شويه وقت عندك الوقت تفضل دكتور. نذكر للتلقيح خاطرش الناس لازم تتبع كاين خاطر شوفي كاين اللي عندها طفل كاين اللي عندها زوج كاين اللي عندها اربعه خمسه ثمانيه الله يبارك ممكن وحده ربات وليدها بجدول ما الممكن الان راح تربي ان اونفون بجدول اخر. نعم ان ان جو رابيل لي جون نفكرهم باللي التلقيح تاع بوحمرون اكيلاش كنا نديروه بكري تاع بوحمرون 11 شهر 9 شهور بوحمرون يندال على 9 شهور والاعاده 18 شهر لا 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 لا, لا, لا. البوحمرون بكري قبل 3 سنين من 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 اللي بدينا بوحمرون من 1980 ولا 85 بدينا البوحمرون 85 من اللي بديناه كنا نديروه على 9 شهور وقلتها في الحلقه الفارطه موش هو السن المميز باش نديرو بوحمرون مناسب موش سن مناسب موش سن مناسب بصح تقولي ليه ما علاش درتوه لان لازم نفصلوا بين امرين اما نديروه على 9 شهور وعلى بالنا بلي نسبه المناعه تقريبا 90-85% اما نديروها كيما البلدان الاخرين على عام في فرنسا يديروا على عام لكن حنا بلد اون ديمو ايبيديميك البوحمرون مدى الاشهر
وخاصة يعني في ليفا فصل الشتاء. يجيك واحد عنده 9 شهور وفي ديسمبر تقول له استنى ندير لك الفاكسان من على عام باش يفيتيرو، بين 9 شهور وعام ممكن يدير له الفاكسان تاع بوحنون. ما هو الجديد الآن؟ ما هو الجديد؟ الجديد هناك شيئين لازم الناس تعرفهم. بوحمرون ما زيدوش نديروه على 9 شهور، رانا طبعنا ل 11 شهر الان اصبح 11. الان اصبح 11 باش نقول لك بكري ايماجيني الله غالب لي فو كون سادا كنا ندير على 9 شهور. وقتاش لو غابيل؟ على 6 سنين. عندك 9 شهور وعندك 6 سنين. ايماجين هذاك التلقيح 90% و10 هذوك اللي يديروا بوحمرون دايوغ مالغاري ملي يقول لك درت له فاكسين بتاع الدليل، لكن اصابه مرض. اصابه مرض دكتور اسماعيل. ختام الختام برك دونك كاين باش بو اكтуаليزي لي شوز، هناك شيئين جديدين رانا نديروا على 11 شهر و18 شهر. راني نهضر على بوحمرون على 11 و18. اعاده في 18 شهر دونك المناعه تكون اكثر. وثانيا زدنا له 2 لقاحات العصبة الألمانية اللي نديروها نظن في الحلقة الجاية إن شاء الله. إي لي زوغيون. إذا كان ما كملناش الخطرة هذه على لي زيفي سكوندير كيفاش نديروا، كما قلتي الخطرة اللي فاتت كي نديروا لهم الدواء قبل ما يروحوا الفاكسين تو، نأجلوها للحلقة الجاية لما نهضروا على الحصبة نكمل الألمانية. الحصبة الألمانية ونكملوا على لي زيفي سكوندير إن شاء الله، الأعراض الثانوية وكذا. أكيد دكتور جزيل الشكر. العفو. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. العفو. أعزائي المشاهدين، الآن محطة مع أعلام الجزائر الشيخ أحمد سحنون مع الصحفي عبد الغني خربوش. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، تحية عطرة معبقة بالحب والإيمان بالخير والإحسان. نلقاكم بعد قليل في ركن شفاء للروح. دكتورة شهرزاد عسوزة صباح الخير، مرحبا بك معي في هذه الجلسة الطيبة والمباركة. مرحبا بك فتيحة، هذه أول جلسة لي معك في ضحى القناة، إن شاء الله نسأل الله لك التوفيق. بداية شكرا. تحية شكرا. طيبة لك، تحية طيبة أيضا للسادة المشاهدين. شكرا أستاذة. تكلمنا في الأعداد السابقة عن تزكية النفس، وصل نعم. الحديث عن جزئية ما وراء السلوكات نعم. التي تصدر من بعض الناس، هناك بعض النقائص ربما نلحظها ونلمسها في هذه السلوكات، ما هو الدافع وما هو السبب؟ نعم. طيب بداية بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخيار، أما بعد سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. في الحقيقة في شفاء الروح نحن كنا قد خضنا في غمار شيء عظيم جدا، وقد تناوله القرآن من جوانب كثيرة جدا، وهو مسألة النفس الإنسانية. وقلنا بأن القرآن الكريم من أجل أن يحصل الإنسان على توازن نفسي، أن يعيش يعني حياة طيبة كما سماها القرآن الكريم، فإنه ماذا لابد عليه من تنمية صفات عدة. رأينا محورين ودخلنا في المحور الثالث المتعلق بتزكية النفس، وهو محور كبير جدا. لكن أنا في الحقيقة وأنا دائما أحب أن أربط كلام بواقعنا اليوم كعلاج لواقعنا اليوم. الواقع المعاش. نعم، فإني أسلط الضوء على جانب في هذه التزكية. بعد أن تحدثنا عن هذه التزكية وقلنا مدى خطورتها وأيضا إهمال الناس لها إلى ماذا يؤدي، وصلنا للحديث بعد ذلك عن السلوكات، لأننا سندخل في شيء مهم جدا وهي ما سماها القرآن بفواحش القلب، وهي الأمراض القلبية. في الحقيقة هي أخطر شيء قد يحدث للإنسان، وربما أن الإنسان إذا مثلا رأى مرض مثلا أو رأى الكبائر التي تنتشر في المجتمع قد الإنسان يحتاط منها، كمثلا لا يشرب خمر، لا يزني، لا إذا 7 الموبقات، ولكن الناس تغفل عن فواحش القلب التي هي أمراض قلبية مستأصلة في الإنسان. أمراض نفسية. نعم، هي قلبية نحن نسميها، والقرآن هكذا رأينا وجهنا في هذا التوجيه، وقلت أن الرائد في هذا الأمر هي مدرسة السلف الصالح. ها هنا أنا أقول أنه لا سابقة لمدرسة السلف الصالح في مسألة فهم النفس وأغوارها، وفي مسألة أيضا هذه الأمراض وكيفية علاجها، حتى أنهم وصلوا إلى تشخيص المرض كأي طبيب.
ثم بعد ذلك وضع العلاج له، والعلاج عبر مراحل، فالذي لم يتمكن من المرض كيف يعالج؟ قبل أن يتمكن المرض ماذا يجب عليك أن تفعل؟ نحن إن شاء الله سنركز على هذا الجانب، لكن قبل ذلك في طريقة لنا يعني أخذناها منذ مدة، هي ماذا؟ هو أن نفرز أنفسنا قدر ما استطعنا وعقولنا أيضا، ورأينا النفس وعلاقتها بالقلب وعلاقتها بالفكر وغير ذلك. اليوم نصل لمسألة السلوكات الصادرة عنا، وكنا قد بدأنا في الحلقة الماضية عن هذا الأمر. هناك سلوكات يعني كثيرة تصدر من الإنسان، هل بواعثها أو دوافعها دافع واحد؟ طبعا لا، فهناك سلوكات تختلف في خطورتها عن سلوكات أخرى، أو نقول نقائص سلوكية. نعم خطورة. نعم، فتختلف من هذا. لذلك جميل أننا نتحدث عن هذا الأمر، بحيث ماذا؟ نفصل في عقولنا حتى يستطيع الإنسان أن يعرف هذه النقيصة السلوكية الموجودة عنده في أي خانة هي، وكيف يمكن يتعامل معها. طبعا هناك ما يعرف بيعني سلوكات ناتجة عن سبب، وهو ضعف نفسي، إن قلنا يعني ضعف إنسان أمام الرغبات والشهوات، هذا شيء. طيب بمعنى ضعف إرادته، كمثلا الإنسان كان يصلي مثلا يعني صلاة مستقيمة، كان مثلا يقرأ القرآن، كان يقيم الليل، كان يكثر من الطاعات والعبادات، فجأة يبدأ بعد ذلك، طبعا هي ليست فجأة، سببها هو أن يبعد نفسه عن المحفزات لهذا الأمر، فتجده بدأ مثلا فتور. هناك فتور يحدث. نعم فتور، هذا هو اللفظ المناسب للمدة، وهي الفتور. لذلك العلماء قالوا تمر علينا جميعا، لا يوجد واحد فينا لم تمر عليه هذه المرحلة، ومر على مرة تعود هذه المرحلة، هذه لا نخاف منها كثيرا. يجدد الإنسان إيمانه وطاقته. نعم، نحتاج إلى إيقاظ الإيمان فينا بأن نرجع إلى بواعثه، أو أن نرجع إلى أسبابه، بأن الإنسان يكثر من سماع مثلا نعم هذه حلقات الدرس والأمور المشجعة التي ترفع همته في هذه الطاعات. وقد يعني المهم نحن دائما نقول لا تطول هذه المدة، تبقى طويلة مدة الفتور. نعم، لأنه الإنسان نعم إذا يعني أصبح هذا الابتعاد مدة طويلة ومارسه الإنسان مدة طويلة يعتاد عليه، نعم يصبح عادة عنده، فهذا هو الخطير. ولكن هي يأتينا هذه الفترة نتعامل بهذا الشكل. أهم شيء كما يقول علماءنا هو أننا ماذا؟ أننا نحرص على الفرائض، لأن لو تركت الإنسان نفسه بعد أن تذهب له تلك النوافل والسنن وغير ذلك، قد يصل حتى الفرائض يتركها، فلذلك نعم هذا التفريط قد يؤدي إلى تفريط حتى في الفرائض، فلا بد أن يضع نصب عينه أنه ماذا؟ يركز على هذه الفرائض ألا يتركها. تلك المرحلة تمر قلنا وهي سهلة، تحتاج إلى إيقاظ الإيمان، لأن الإنسان وهو يبعد كان عنده مسلسل يصبح عنده مسلسلين ثم الثالث، ويبقى هكذا في دوامة ينشغل بالأمور. نعم لابد عليه أن يضبط أموره. كثير ما يعني يقول لنا الناس يعني أنه من المشاكل التي تحدث لهم هو هذا، إدمانهم على مسلسل معين يقودهم لمسلسل آخر، رأيتم، يقودهم إلى مسلسل ثالث وهكذا، فيصبح الإنسان لا وقت له مع بعض الواجبات المفروضة عليه كذا، فلا وقت لا لطاعة ولا لشيء آخر ولا لعبادة ولا نعم. فلذلك يحتاج إلى إيقاظ يعني الإيمان، وينقص طبعا نحن نقول إدمان على مثل هذه الأمور يحتاج إلى تجزئة، بمعنى أنك ماذا؟ لا تقطعها مرة واحدة، ستعود إليها بطريقة ربما ألعن، فلذلك التدرج نعم في أنه ماذا؟ يقطع ينقص مسلسل ثم فترة أخرى مسلسل آخر وهكذا. نعم، أما النوع الثاني الذي هو أخطر، وهي السلوكات متأصلة في الإنسان، أخذها ورثها من بيئته ربما ومحيط يعني. نعم، وقلنا هذا في حلقة ماضية، قلنا لا عذر للإنسان في البيئة، لن يقول واحد ربي أنا هكذا تربيت في هذه البيئة لذلك أنا هكذا، فالإنسان مطالب أن يتكيف مع الظروف التي يضع الله فيه سبحانه، أو يضعها الله أو يضعه الله فيها لأي شيء، لأن يقوم سلوكه، كلنا مطالبون بهذا ولا عذر لأحد فينا. الجاهلون ماذا كانوا يقول؟ ألفين آباءنا. نعم. وجدنا أب، هل لهم عذر عند الله؟ نعم. أنهم وجدوا آباءهم كذلك. فلا، فلذلك نحن مضطرين لهذا. مشكلة الناس اليوم يتعاملون مع هذه النقائص السلوكية وكأنه ليس بالضروري أن أغيرها، الذي أتحدث عنه ربما تحدث عنه أيضا في حلقة ماضية، هذا طبعي كأن تجد إنسان بخيل، هذا طبعي. تجد إنسان أناني،
تجد إنسان حد يعني طبعه حاد. نعم. تجده متسرع ومتهور. نعم. تجده أيضا لا يحب خدمة الآخرين، يحب نفسه فقط يعني. قلنا في الأنانية، في مفهوم الأنانية أيضا. نعم. بخيل إلى غير ذلك. وانطلاقا من أن الله تبارك وتعالى كما اتفقنا في حلقات ماضية أن وضع في أنفسنا الصفة وضدها. نعم. مثل ما وضع سبحانه وتعالى في هذا البخل فيك أيضا الكرم. نعم. الكرم. فأنت من يختار هذا ومن يترك هذا، حين ذلك أنت محاسب على هذا. فلذلك فكرة الإنسان بخيل يقول لك أنا بخيل هكذا لا يصلح. أنت مطالب يجب تغيير هذا السلوك. نعم. تحتاج إلى تغيير وهو ليس بالهين. ومشكلة هذه السلوكات هي أخطر من الأولى. الأولى عارضة للإنسان لكن هذه لا تصبح متأصلة فيه. لماذا؟ بكثرة الممارسة. مارسها بخيل ربما 5 سنين أو 10 سنين وغير ذلك. بمعنى كثرة الممارسة عفوا قلنا يصبح الإنسان مبرمج عليها. تلقائيا يصبح يتصرف بالضبط. هكذا. من أين جاءت هذه التلقائية؟ بالعادة. جاءت من كثرة الممارسة. ينتقل الفعل من الشعور إلا إلى لا شعور. رأيتي أو ما يسمونه باللاوعي. أستاذ شهرزاد لدينا مكالمة. طيب لا بأس. فاروق من واتسوف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا أخي الكريم. شيخ سهر رياض مش حالك لباس. الحمد لله نحمد الله. تفضل أخي فاروق. الحمد لله. الحمد لله. فيما يتعلق بالبخيل البخل الله معنا وإياكم وكذا صرت علي أنا بالبخل وخدمت في إدارة وكذا عندي مثال ترقيات وكذا الرئيس وكذا يتم يبخل فيك وأنا معوقة وهذا البخل هذا كما قلت يخرج من صميم القلب الله معنا وإياكم. نعم. ما رأيك يا شهرزاد في العباد هذه الذي رأيك. على وجه الأرض الله معنا وإياكم ورب فكنا منهم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أخي فاروق من مدينة واد سوف. نعم من واد السوف معناها يعني بلد الكرم والجود. مدينة من خيرة قبة يعني وقبة. نعم. مش قلهم تحية من هذا صحيح. المنبر. نعم أهل. نربط اتصال آخر. نعم. مع نسمة من بومرداس. ألو. السلام عليكم. أهلا أخت نسمة. انقطع الاتصال. نجيب. نعم. الأخ. نعم نجيب. فاروق. في الحقيقة أنه هي فعلا متأصلة. نحن قلنا من كثرة الممارسة لها أصبحت البخل يعني. نعم متأصلة في هذا الإنسان. والمشكلة كما قال هي بعض الناس اللي تقول لك لا يهمني أن أغير. أنت تؤذي من حولك. رأيت كيف؟ هي ليست صفة فيك فقط. أنت بتصرفاتك وسلوكاتك تؤذي من حولك. تجد الناس بخيل في بيته يعني شحيح على أهلي والرسول أمرنا بالتوسعة على العيال. فأنت هنا أنا أستغرب من هذا الذي يرفع يديه داعية يا كريم يا جواد وهو بخيل. أنت تدعو الله بأسماء والكرم. نعم بالجود والكرم وتسأله العطاء وأنت بخيل على عباده. فهذه المسائل خطيرة جدا. أنا لم أقول يعني عفوا لا يعني لا أقول أنه هذه صفة متأصلة وتترك على حدها ولكن نقول لابد من تغييرها. يجب محاربتها. نعم. ذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو عفوا فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه وفي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني فليقل خيرا أو ليصمت. فهنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دعوة إلى الإيمان. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى نقطة مهمة جدا وهو أنك تحول من فكرة إلى فكرة. أنت عندك البخل مثلا أعطانا المثال بالبخل. طيب تريد أن تصير كريما لابد من منطقة تعبر عنها وإلا لن تستطيع أن تفعل هذا وهي الإيمان. فلما يقول لك لا يؤمن أحدكم ثم يقول من كان يؤمن بالله. نعم. فهذا معناه أن إيمانك ناقص. هل ستقابل الله بإيمان ناقص؟ والإيمان هو الشرط الأول في دخول الجنة. رأيت كيف؟ حين ذلك أنت تحتاج هذه الفكرة حتى تمرر من فكرة إلى نقيضها أو خلافها أن تمر بالإيمان. جسر الإيمان. فالإيمان هنا طبعا بطريقة معينة سنراها إن شاء الله ونحن نتحدث عن علاج الأمراض القلبية. كيف تحول الفكرة إلى سلوك تحتاج أن تمر بمرحلة تسمى الفكرة الإيمانية. هذه الفكرة تصبح إيمان
عندك، فحين تصبح إيمان عندك حين ذلك سيتغير السلوك دون حاجة إلى تفكير حتى. نعم، وهذه من أسرار العجائب. ذلك الإمام أبي حامد الغزالي يقول بأن الأخلاق الحسنة يمكن أن يكتسبها الإنسان بالرياضة. كيف؟ قال أن يتكلفها ابتداء لتصير بعد ذلك طبعا انتهاء. تبناها قبل؟ نعم، أولا يبدأ في طبعه. نعم، يقول لنفسه بهذه الفكرة. هو إذا كان عنده دافع الإيمان أنه لا يريد، يخجل من ربه أن يسأله مثلا الخير وليسأله العطاء وهو بخيل وهو لا يعطي الناس وغير ذلك في المثال الذي ضربه المتصل، فقلنا أنه ماذا؟ ها هنا الإيمان هو الذي يدفعه إلى التغيير، رأيت كيف؟ لكن كيف الطريقة؟ هي أن يتكلف الإنسان هذه السلوكات. طيب هذا بخيل، طيب أنا أصبح أعطي أنفق وأبدأ ولو بالقليل، لأنه مصيبة للبخيل أن تقول له أنفق، رأيت كيف؟ مصيبة بالنسبة له، فإنه يبدأ بالقليل، القليل يتدرج. نعم، والممارسة أيضا مهمة، الزمن مهم للممارسة، فإنك إذا كنت بخيل 10 سنوات أنت تحتاج إلى 10 سنوات أو أكثر أو أقل حتى تتغير الصفة منك إلى الصفة النقيضة، رأيت كيف؟ فهنا تصبح، لكن عمل أنت مطالب به وأنت ملزم به، محاربة حتى هذه النفس ومجاهدتها، يعني مجاهدتها، يدخل كله في تزكية النفس وفي مجاهدة النفس. فقلنا إذن ابتداء. لذلك أبي حامد الغزالي يقول كلام جميل، يقول وهذا من عجيب علاقة القلب بالجوارح، لأنه إذا الأمر حسم في قلوبنا خلاص الجوارح بعد ذلك تنطلق للتنفيذ، تنفذ. نعم، تأخذ الأمر من القلب. نعم، هناك سلوكات هي أخطر من كل ما سبق وقلت، هي التي سنركز عليها إن شاء الله في حلقاتنا القادمة، وهي الأمراض القلبية أو كما سماها القرآن قلنا الفواحش القلبية. فمثلما قلبك أو كما نقول نحن يكره هذه الفواحش والموبقات الظاهرة، فإنه ماذا؟ فإنه لابد عليه أيضا أن يكره هذه الفواحش القلبية، وهي الكبر ونعم والغرور الموصل للأشياء نسميه عجب النفس، رأية العجب بالنفس، وعندنا الحسد وعندنا الغيرة. الرياء وعندنا الغيرة، قد تكون محمودة لكن هي أكيد إذا كانت غير محمودة ستوصل للحسد، رأيت كيف؟ هذه هي الفواحش القلب التي نتحدث عنها. أين يكمن خطورة؟ أنه كانت في مساحة معينة تكبر، يعني تتسع. نعم، تسعت، هي ليست في عامة الناس، رأيت كيف؟ عدوى، هي عبارة عن عدوى أهم منتشرة وتزيد مساحتها مرة على مرة، موجودة الآن عند النخبة عند الطبقة المثقفة، والخطير والأخطر كما أقول هو أن تصل إلى حتى المتخصصين في علم الشريعة وهم يعلمون يعني خطورة هذه الأمراض، ولكن تجدهم، تجد بينهم الحسد، تجد بينهم المكر لبعضهم البعض، لأن عندما نرى إنسان يمكر لإنسان فهذا بسبب ماذا؟ مرض هو الحسد، وهذا الحسد عنده أسباب ودوافعه. لذلك عندما تتسع المساحة تصبح القلة التي ليست فيها تلك الأمراض غريبة داخل المجتمع، رأيت كيف؟ تصبح مسكينة، هي ينزل عليها كل تلك المصائب، لأنه قلت هذه الأمراض هي عبارة عن ماذا؟ تخرج عبارة عن سلوكات داخل المجتمع، وهذه السلوكات تتعب الناس، فلذلك لابد من التفقد. والمشكلة كما قال علماؤنا الذين هم متخصصون في رياضة النفس، وقلنا أفضل مدرسة هي مدرسة السلف الصالح، أن هؤلاء الناس لا ينتبهون، إنسان متكبر هذا وده أخطر الأمراض القلبية، لا يعرف أنه متكبر، بالعكس يرى له الأفضلية على جميع الناس، رأيت كيف؟ فلا ينزل حتى الإنسان ليسترشد منه أو يطلب منه نصيحة، لأنه يرى نفسه أفضل من الكل في المستوى الأول، يعني نعم، هذا خطير، هذا الأخطر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة. لماذا لا يدخل الجنة؟ لأنه يرى أنه أحسن من الناس كلها، وبالتالي لن يعني يتمنى للمسلم مثله، نعم، ولن يتنازل للغير. لذلك كان الكبر هو أشر هذه الأمراض وأخطرها على الدوام، والمصيبة أنه إذا استفحل في الإنسان فإنه ماذا؟ يصبح العلاج منه شبه مستحيل، لا أقول مستحيل لكن شبه مستحيل. وسنرى خطورة هذا الأمر إن شاء الله في حلقات قادمة. نعم، في الحقيقة وأنا أتحدث عن هذا يعني الجانب، هي دعوة للناس أنهم يكونوا معنا إن شاء الله
ليس من خلال برنامجي هذا فقط، ولكن يهتموا بهذا الجانب في الدروس التي يجدونها، في حتى القنوات الأخرى. المهم عندي الفائدة تعمم على الناس. فحياتنا اليوم أصبحت يعني صبغتها يعني صبغة سيئة جدا، وتعرفين أن لست من يعني دائما أن من الذين يرفعون الهمم وليس من الذين يطبطون الهمم، ولكن المسألة خطيرة، لابد أن ننتبه لهذه الأمراض، لأن بعض هذه الأمراض قادح في العقيدة. أستاذة شهرزاد، نتابع هذا الفاصل. نعم، فاصل ترويجي لتاج القرآن. نعم، مشاركة وتسجيلات. نتابع مشاهدينا الأكارم هذا الفاصل الترويجي لمسابقة تاج القرآن. الكلام تاج الكلام وقدره جاوز غام الغمام وفضله عال وسام رفيع. تسجيلات مسابقة تاج القرآن الكريم قريبا على موقع التلفزيون الجزائري www.tv.dz. وهبنا بمسكه حسن الختام، وهبنا بمسكه حسن الختام. أستاذة شهرزاد عزوزة، ما هي الرسالة التي توجهها للناس من خلال هذا المنبر؟ تغيير السلوك وتغيير هذه الصفات. نعم صحيح، هو يحتاج إلى همة، تغيير السلوكات يحتاج إلى همة كبيرة جدا، ولكن الإنسان إذا فهم باعثه ودافعه يستطيع بعد ذلك أن يجد إن شاء الله العلاج لهذه الأمراض. وأنا خلال مقدمات كثيرة قد قدمت لهذا الموضوع، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الناس على الدرجة، يعني أن يفهموا أهمية هذا الموضوع، إن شاء الله يواكبونا. وسنحاول أن نغوص في مشاكل مجتمعنا من خلال هذه الأمراض إن شاء الله في حلقات قادمة. إن شاء الله الحلقة القادمة نكمل الموضوع أم هناك؟ نعم، سندخل إن شاء الله، سنبدأ في هذه الأمراض القلبية ونبدأ بتشخيص أخطرها. لماذا؟ لأن الكبر قلنا هذا هو الأخطر، إذا بدأنا به سنرى يعني بعد ذلك كيف يمكن الإنسان يوقفه في مراحله الأولى. الجميل في هذه الأمراض أنه ماذا؟ التشخيص المبكر. نعم، مثل ما يقولون. نعم، مثل الأمراض. نحن هكذا رأيت كيف هذه الأمراض، سنرى بالإنسان كيف يفحص نفسه بداية حتى يحس، مثل ما ترتفع له درجة الحرارة ولا أدري ماذا، يذهب إلى الطبيب مباشرة. نعم، الأعراض هذه. فنرى أيضا أعراض هذه الأمراض، كيف تعرف أن عندك هذا المرض؟ حين ذلك توقفه قبل أن يستفحل فيك، لأن قلنا مثل هذه الأمراض مثل السرطان، إذا انتشر يصبح العلاج يعني شبه مستحيل. يعني شبه مستحيل، أو يشبه في مرحلة معينة يكون المرض صعب، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى توقيفه في حين. إن شاء الله. أستاذة شهرزاد عزوزة، شكرا جزيلا جزيل الشكر والامتنان على هذا الركن الجميل. نلقاك في العدد المقبل بحول الله. إن شاء الله. اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه الباسمة النيرة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. بهذا نصل إلى ختام برنامج ضحى القناة لهذا السبت. الشكر موصول لكل الأساتذة والدكاترة الكرام ولكل الفريق التقني والصحفي العامل معي بهذه الصبيحة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.